تدريب وتجهيز الطالب او الطالبه من كليه الصيدله بادره مهمه ومشتركه ما بيننا وبين جامعه الملك سعود، وقدرنا نوظف اكثر من 600 صيدلي وصيدلانيه في جميع انحاء المملكه، وجزء منهم من خريجين جامعه الملك سعود في فتره 2020. وغير كذا ساعدنا في تدريب طلبة في الصيدليات، وساعدنا طلبة في بحوثاتهم في استبيانات عملوها للتخرج.